Come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here
الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقيتوني دابا في واحد البليصة الاسم ديالها ميني تيبار، تابع البروفينسيا ديال بيسكايا وبعيدة على المدينة ديال بيلباو بواحد تقريبا 40 كيلومتر. ولقيتوني دابا جيت كنقلب على المرافق العمومية ديال المدرسة الابتدائية. كما كتشوفوا معايا هذه راه غير مدرسة ابتدائية، يعني ما شاء الله. يعني جينا كنقلبوا هنايا على الكرة والحمد لله توفقنا ولقينا واحد السكن، وكنقلبوا على المرافق فين يقراو الدراري. بصراحة مدرسة باينة غير من برا كتبان بحال شي كوليج ولا شي ليسي في المغرب، يعني شي حاجة لي. والطبيعة كذلك، يعني الدراري غادي يقراو بدون عقد نفسية، بدون ستريس، بدون والو. غادي ندير واحد الجولة في هاد البويبلو هذا اللي بصراحة اللي كيقلب على الراحة النفسية، الكالم، الترونكيل. المهم أي حاجة قلبتي عليها غتلقاها هنايا، فهمتيني؟ المهم راه غا المدرسة كتبين كل شيء. المدرسة كما كتعرفوا كاملين بلا راه الكرة كاينه ازمه ديال الكرة في اسبانيا. والكرة دابا الكرة الا لقيتيها بعدا، ماشي الا نجاك الله سبحانه وتعالى وما تلاقيتيش مع النصابه. على فكره بالمناسبه النصابه اللي كيبغي يقلب على الكرة ايفيتي دوك الصفحات اللي في الفيسبوك. الصفحات اللي في الفيسبوك 100% 1000% 1000% كلهم نصابة، كلهم نصابة، كلهم. ما كاين غير النصب. كيستغلوا الناس اللي كتجي، مثلا تجي جداد مثلا الاسبانيا هنايا، كيبغي يزرفوا في الفلوس، يبغي ينصب عليه. المهم ما تثقوش الاخوان في اي واحد يقول لك سبق لي الفليسات، سبق لي 500 الاورو ولا 1000 ولا كذا. الكونترا الاخوان ديال الكرا ما كتقليزاش في المقاطعه. كونترا راه غا ورقه كتكون فيها السميه ديالك، باسابورتي ديالك، السميه اللي غيكري لك، النيميرو الديني ديالو، والتفاصيل شحال الثمن كذا كذا، وكتسنيوها بالستيلو بجوج صافي. وما تخلص حتى تسكن وتشد سويرتات. كما كتشوفونا الاخوان في البليصه هذه راه زوينه، بانوا لي في الطريق شي بقيرات. غادي نحاول نلقى شي طريقه باش نصورهم مع توحشت البقيرات ديال البلاد. ايوا الاخوان، انا كنوصل الرسائل ديالي. الكرا صعيب ولكن ما تفقدش الامل. ياك اخي. يا اخويا عبد الرحيم، بحكم التجربه اللي دوزت انايا، عاود لي التجربه المريره ديالك ديال الكرا، فهمتيني؟ مع هاد النصابه اللي تلاقيتيهم هنايا. اول تجربه زعما اخويا عبد الرحيم بكل صراحه. ارفع الصوت ديالك، ارفع الصوت ديالك. اي مرحبا. اول تجربه اخويا عبد الرحيم، بحكم اني النهار اللي جيت دابا تقريبا 34 يوم، كانت يعني واحد المعاناه، يعني بحكم ديك السهوله اللي كنت كنشوفها عن بعد، فجيت عايشت الموقف، يعني تعيش انا، يعني تخشيت مع الناس وخرجت وسولت وقلبت. يعني كنفضل وكنصح الاخوان من هاد عبر القناه ديال سي عبد الرحيم، من الاحسن يمشيو يخرجوا على بيلباو، يخرجوا لي بويبلو، يقربوا يقلبوا على البلايص اللي يقدروا يرتاحوا فيها هما ووليداتهم من الاحسن، لان غيلقاو الكرا وغيلقاو مالين ديور، وغادي يقدروا يكريو من عندهم اثمنه مناسبه. بحكم كاين شويه كي الحمد لله كنشوف ترونسبور موجود، متوفره الظروف، يعني الانسان ما يحاولش يقطع الامل كما قال سي عبد الرحيم. اما بخصوص النصب، شحال من نصاب شحال من نصاب تلاقيتي فيه؟ تماما هذه النقطه اللي لقيتيني. شهر دابا، شهر هذه دابا الشهر 34 يوم بالحساب، باش انا ماكد شحال تلاقيت من نصاب. نصاب الاخر الرابع واخر واحد الخامس، ولكن الحمد لله. يعني الانسان انا كنصح الاخوان من هذا الباب هذا يمشيو يفكروا بالعقل،
كما قال سي عبد الرحيم ما يعطيك شي كونترا، راه ما كاينش كاليزاسيون في مقاطعه ولا في بلديه ولا شي حاجه، هذيك ورقه وستيلو بينك وبينه، غير ملي تاخذوا الكونترا قراو كونترا مزيان، ما كتعرفوش كونترا يصيفط لك كوبي وشوف في شي واحد اللي ينصح اللي يقدر ينصحك واللي يعاونك، لان عن طريق الكونترا غادي تعرف شكون هو مول الدار. الا ما كانش هو مول الدار ما تسنيوش معاه، انا كنصحكم هذا الباب هذا. الا ما كانش والتسبيق الفلوس ما يسبقوش الفلوس، التسبيق بصراحه انا كريت عند سبليون ما عمر شي واحد قال لي سبق ليا، كيعطوني الكونترا ديالي كيعطوني سورتاتي فندخل للدار كيعطيني الريسيبو، الريسيبو اللي كناخذو ديك الروسيو ديال الخلاص، ولا ملي كندير ليه الفيرمو كيعطيك وريقاتك سورتاتي كتدخل للدار، ما كيقول لك لا سبق لي نتا ديالنا. اللي بغى ينصب عليا واحد بغى ينصب عليا ب 2000 اورو، واحد بغى ينصب عليا على 500، واحد 200، بكل صراحه كاين واحد التعامل دنيء لهالدرجه من طرف الساكنه والجاليه اللي محسوبين على الجاليه، ولكن بكل صراحه هادو ما خصناش نعتبروهم من الجاليه اللي عايشين في هذه البلاد، لان الاسلوب والاخلاق واللي كيمثلوها واللي كي، لان حنا الصوره كيبقى فاسدين اصاحبي، فاسدين فاسدين المهاجرين اللي كاينين في اسبانيا فاسدين 90% فاسد شفار، لا ما نبغيش 90% شفاره، ما نبغيش الا 10 هما اللي مزيانين، ما نبغيش نعممها هذاك كنت انا 90% صاحبي، واش تلاقيتي لان هذاك التعميم تلاقيتي خمسه ديال السمساره بغا ينصبوا عليك اصاحبي، حتى واحد ما حتى واحد حتى واحد ما فيه الخير اصاحبي، كيشوف الانسان الحمد لله سورتو اللي عنده شويه ديال لي مويان كيشوف الانسان ما كيعقلوش كيحاول ياخذ منك لو ماكسيموم، فلهذا انا كان بهذه القناه هذه كنقول للاخوان يتجنبوا الاخوان ديالنا اللي ساكنين هنا الا من رحم ربي، ولا كنتي كتعرف شي واحد بحق المعرفه ما كتعرفش من الاحسن تخالط مع الناس اللي ساكنين ولاد يعني ولاد البلاد كما كنقولوا لي زيسبانيول دو بريفيرونس. وانا كنشكركم هذا المنبر هذا، كنشكر سي عبد الرحيم لانه كيحاول يطرق على مجموعه المواضيع كيحاول يوصل المعلومه للناس المهاجرين، فلهذا نتمنى لكم التوفيق والله يسر اموركم جميعا.
نصابه 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 في الكرا راه كينصبوا كينصبوا كيديو الفلوس كيديو رزق الناس ردوا البال من نصابه. شوف دابا هذا واحد البويبلو في واحد الدار زوينه واعره بواحد الثمن مناسب 650 الاورو واخا بعيده شويه ولكن الكالم عرفتي هاد البلاصه هادي والكالم الكالم 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 عرفتي هنايا الكالم يا عباد الله والطيور غتبقى تسمع بالليل هنا غير الطيور الطيور والماء ديال الواد الماء ديال الواد ياك والضفادع بالليل غيكون الصوت ديال الضفادع. يلا زيد زيد غادي نشوفو مثلا شد معايا هاد اشنو هو هاد التفاح ياك التفاح بلات ارى 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 لا بلا نبعدو ليها ندير لي واحد اللعيبه هذا غندير ليه واحد اللعيبه شوفوا التفاح عباد الله في الشارع في الشارع ياك هذا التفاح كون عندنا في البلاد والله ما يبقى على الشارع خصوصا دوك العروشه اللي على الشارع خصوصا نجيبو تابغايو نجيبو تابغايه بلاتي نقلب على شي وحده تاع عامره الاخوان شكون اللي كيعرف هذه شكون اللي كيعرف هذه هي شتيها هادي سميتها تبغى راه غير بعيده عليا مو غادي ناكلها حيدها ناكلها خير البلاد مغربي مغربي اللي لقيتي على جنب الطريق خاصك تحيدها توك قدر الزوم قلبوا عليهم راضي لو مغرب الاخوان هاد البقيرات هادو هاد البقيرات هادو كنت كنقلب عليهم ولكن ما لقيتهمش شنقد الاخوان من بعد ما درنا واحد الجوله في المحيط ديال هاد المنطقه هادي شفنا الكوليج وشفنا المدرسه فين يقراو الدراري وشفنا يعني المحيط اللي الطبيعه اللي زوين دابا غنصور لكم الدار من الداخل كيفاش دايره باش تعرفوا الدار والثمن ديالها واش مناسب ولا ماشي مناسب. دابا غنوريكم شحال فيها من البيت هذا كاين هذا الكولوار كاين الكولوار كاين هنايا واحد البيت هنايا هذا بيت لا كان عندك شي دري صغار هو هنايا كاينه الكوزينه هنايا كاين بيت اخر وهنايا كاينه سيرفيسيو كاينه يعني تواليت وحده وهي التواليت الثانيه وهنايا شويه كما شفتوا معنا الاخوان هادو هما وهنايا كاين واحد الصالون هنايا ولكن دابا غادي نوريكم داكشي بالتفاصيل مزيان فهمتيني غادي نحيد السيبوره وندخل معكم بليصه لبليصه. باش يبقى عند هذا الفيديو غادي نعطيه لك باش يبقى عندك كايفيدون صافي طول فهمتيني فيه كلشي
لا 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 صافي في المونتاج حيدني وصافي ماشي مشكل. لا هذا يبقى ديالك.